هل يجوز قول أعوذ بالله من الحر في هذه الأيام؟ طبعا تقول اللهم إني أعوذ بك من الحر. بعض الناس يقول ما شاء الله حر اليوم. شنو ما شاء الله حر؟ خاف تحسد الحر يعني؟ قول أعوذ بالله حر، ما تقول ما شاء الله حر. يعني الواحد يبرك للشيء الجميل ما يبرك للحر. نعم ما في بس، يقول الإنسان أعوذ بالله من الحر.